في هذا السياق البعض من مرضى السكر المزمن يشكون على أنفسهم ويكابدون بالنهار حتى يصوموا رغم أن الطبيب يتحدث بعدم الصيام. هنا يعني الموقف إيه بالضبط؟ احنا جاءنا سؤال قريب من هذا من هذا السؤال، وهو جاء من منظمة تعنى بأمر الصائمين، ويصنف الصائمين الذين هم او احوال المرضى مرضى السكر ثلاث اصناف. مرض انسان يعني عنده سكر بس يعني خفيف. عظيم. الصوم بشهادة الطبيب أيضا، يعني الطبيب هو الذي يقول لي أو يقول له إن الصوم لا يؤثر أصلا عليك أنت كمريض بالسكر، يعني مش هنحط مرضى السكر كلهم في سلة واحدة. أيوة. وإنما هنصنف بشهادة الأطباء أيضا، يعني المرجع في تحديد الضرر المترتب على الصوم أو عدم الضرر هو مرجعه الطبيب. جميل. فإذا قال الطبيب لا تأثير للصوم على مريض السكر في هذه الحالة، يبقى إذن يبقى الأمر على طبيعته وعلى الحكم الأصلي، وهو أنه يجب عليك أن تصوم، ولا يكون مرض السكر هنا مبررا للفطور للإفطار. مظبوط. إذا كان الصوم في الحقيقة سيؤدي إلى ضرر، ولكنه ليس ضررا جسيما، يخشى منه بعض الضرر، يعني يرتب ضررا لكنه ليس بالضرر الذي يكون فاحشا وجسيما بيسموه الرتبة الثانية من مرضى السكر. مظبوط. في هذه الحالة نحن نمشي مع الطبيب أيضا ونقول له يرخص لك أيها المريض الإفطار. في الإفطار، وإذا كانت هذه الحالة مستمرة فلك أن تفدي وأن تخرج، لكن إن صمت في هذه الحالة يبقى إذن لا حرج أيضا، لأنه يتعادل عندي في هذه الحالة. لكن من يقرر في الأخير؟ هو الطبيب. هو الطبيب. هو الطبيب. طب والحالة المزمنة اللي هي الحالة الصعبة؟ الحالة الصعبة بقى اللي هي التي هو ده اللي أنا بتكلم عنه، الذي يجاهد للصيام. الطبيب يقول سيضر الصوم بك ضررا بليغا أيها المريض مرض ده السكر، قد يذهب به إلى الغيبوبة. هنا يجب عليه أن يفطر، مش يباح له ولا للصوم. انتقلنا من دائرة أخرى للمحافظة على النفس. أيوة. يعني انتقلنا من دائرة العبادة وقلنا له اترك العبادة الآن، لأنك ستنتقل إلى عبادة أخرى، وهي أنك بهذا الفطر الذي أنت مجبر عليه بسبب المرض الذي حل بك أو ألم بك، انتقلت إلى عبادة المحافظة على النفس. مزبطة. فأنت تنتقل من عبادة إلى عبادة. ولذلك نحن نقول لمرضى السكر ولكل مريض يقول له الطبيب بأنه يجب عليك أن تفطر، نقول له لا تحزن ولا تجزع، لأنك في كل الأحوال أنت في قدر الله، أنت في مراد الله، أنت في أمر الله سبحانه وتعالى. هو كان وتعالى متشوق لجزاء الصيام ونحن وثواب الصيام، وهو ينبغي عليه أن يتشوق لحفظ نفسه. المعادلة يعني إيه؟ من باب الأولويات وفقه الأولويات، الشرع الشريف جعل لنا الحفاظ على النفس خمس أمور. الحفاظ على الأديان، أنا أقول دون ترتيب الآن، أنا فهم، لكن الحفاظ على النفس، الحفاظ على المال، المال، الحفاظ على العقل، الحفاظ على النسل أو الذرية، البقاء النوع الإنساني. مزبوط. يعني هذه خمس أمور ضرورية في كل مجتمع من المجتمعات. إذا تعارض عندي حفظ النفس مع العبادة، العبادة هنا يضحى بها، المقدم على أداء حفظ النفس، مقدم اللي هي المقاصد العليا، حفظ النفس مقدم على أداء العبادة. ولذلك حتى حفظ النفس يكون مقدم على إنسان مش قادر يصلي وهو واقف، وإنما يصلي على كرسي أو يصلي جلوسا أو يصلي على جنبه. لماذا انتقلنا كل ذلك؟ لأن القصد في العبادة هو الامتثال، حصول هذه حصول معنى أنني في أمر الله سبحانه وتعالى، أنني أمتثل لأمر الله على أي كيفية. فاتقوا الله ما استطعتم، القرآن يقول ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ففي جانب الأوامر، جانب التكليفات التي تطلب مني شيء في هذه الحالة كالصوم وفي الصلاة إلى آخره، نحن نتقي الله فيه بقدر ما نستطيع. عظيم.